والابن والروح القدس إلهنا واحد آمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وإلى الأبد آمين. أهنئكم أيها الأحباء بهذه الكاتدرائية العظيمة وهذه المباني الجميلة التي سمحت العناية الإلهية بها لاحتياج المنطقة، ولأننا الله شعبا كثيرا في هذه المنطقة. احنا في فترة الخمسين، وعايز اقول لحضراتكم بمنتهى البساطة، واحنا عايشين في الدنيا دي كلها في طريق للتقوى، واحنا رب المجد قال لستم انتم اخترتموني بل انا اخترتكم. يعني اخترنا امتى؟ نحن كن في عقل الله قبل الخلق، كنا في عقل الله فكرة. يعني الله عارفنا، عارف كل واحد فينا، بس عارفنا على حقيقتنا. ولا يعرف الإنسان إلا روح الإنسان، لكن في إله فاحص القلوب والكلى وعارف ان احنا بمحبته اخترنا ان احنا نكون اولاده. عشان كده يقول لستم انتم اخترتموني بل انا اخترتكم. عشان كده كل واحد فينا، كل واحدة فينا لها معزة كبيرة في قلب الله. طب ازاي نوصل لطريق التقوى في القداس؟ نقول ووضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى. عايز تعيش في التقوى؟ تعال احضر القداس. وهنا طريق سهل وبسيط. عايز تعيش في التقوى؟ اقرا الكتاب المقدس. والمسيح يبص لتلاميذه يقول لهم انتم انقياء من اجل الكلام الذي كلمتكم به. عايز تعيش في التقوى ويبقى ليك صلة بربنا، يبقى لازم الإشبية تبقى مفتوحة، ولازم يبقى في علاقة بينك وبين ربنا. عايز تعيش في التقوى، تاخد الطلبة الصغيرة اللي في صلاة باكر وتقول له هب لنا يا رب في هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه. عايز تعيش في التقوى، جعلت الرب أمامي كل حين، إنه عن يميني لكي لا أتزعزع. عايز تعيش في التقوى، يبقى لابد تعرف إن ربنا معانا في كل حين. قل ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. وكل يوم بناخده هو فرصة جديدة ربنا بيديها لنا عشان نعرفه أكتر، وعشان هو عرفنا، لأن هو اللي خلقنا وعارف كل صغيرة وكبيرة فينا، وهو اللي الوحيد اللي يقدر يغير كل حاجة. احنا نقول له يا رب
الحاجات دي احنا مش قادرين نغيرها، لكن عشان نعيش في التقوى يقول لك خلي بالك لازم يبقى ليك فكر المسيح. اما نحن فلنا فكر المسيح. طب مهمة الاباء، مهمة الرعاة انهم يحضروا كل انسان كامل في المسيح يسوع. يعني مهمة الكنيسة انك تدخل فيها وانت محمل بخطايا كتير، بافكار كتير، تدخل هنا ربنا يعطيك بر وقداسة من خلال سر التوبة والاعتراف، ويعطيك فكره. ازاي ناخد فكرك يا رب؟ اول حاجة عشان تاخد فكر المسيح لابد انك انت تكون متضع. متضع، تختفي وراء المسيح وتيجي كده وتقول له انت عارف، انت عارف كل حاجة. زي ما سمعان بطرس اما قال له يا سمعان اتحبني؟ قال له انت تعرف يا رب اني احبك. قال له ارعى خرافي. يا سمعان ابن يونا اتحبني؟ قال له يا رب انت تعرف اني احبك. قال له ارعى خرافي. وبعدين قال له مرة ثالثة يا سمعان ابن يونا اتحبني؟ قال له انت تعرف كل شيء، انت تعرف اني احبك. قال له ارعى خرافي. طب ليه قال له ثلاث مرات؟ لان سمعان انكر ثلاث مرات. طب يا ترى مع كل خطية انا باخطئ فيها وربنا بيقول لي انت بتحبني؟ بتغلط ليه؟ النهاردة مهمة الكنيسة انها تحضر كل انسان كاملا في المسيح يسوع. وبولس الرسول يقول ادرب نفسي لكي يكون لي ضمير بلا عصر امام الله وامام الناس. مين يقدر يقول الكلمة دي؟ انا قدام ربنا ما غلطتش في وصايا، من اي وصية من وصاياه، وامام الناس انا ما غلطتش في الناس. يعني لا قدرت، ما اقدرش اغلط في وصايا الله وما اقدرش اغلط في الناس. عشان كده عارفين ايه اللي هيدخلنا السماء؟ عارفين؟ لسان. بكلامك تتبرر، بكلامك يحكم عليك. قديس ارسنيوس معلم اولاد الملوك عرف الشغلانة دي، هرب من الكلام وقال كثيرا ما تكلمت فندمت، واما عن السكوت فلم اندم قط. ادرب نفسي لكي يكون لي ضمير بلا عصر، ان انا ما غلطتش في وصايا الله. طب الوصايا بتقول من يعرف ان يفعل حسنا ولا يفعل ذاك خطية له. مش الخطية بقى لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا لا لا. ده الوصية الجديدة انك انت ان عرفت انك تعمل خير وما عملتوش يبقى خطية. خليك ايجابي. الخميرة لو ما اتحطت، لو اتحطت في العجين وما خمرتوش تبقى خميرة ما تنفعش. وقارورة الطيب لو شلت الفوهة بتاعتها وما راح مفحش منها رائحة الطيب يبقى ما تنفعش. والمسيحي اللي ما تفحش منه رائحة المسيح
الكتاب بيقول لنا أنتم رائحة المسيح الزكية. في حد منكم بيشم كده جواه يشم رائحة المسيح؟ عموما الكنيسة بتعلمنا كل يوم رائحة المسيح. طب المسيح كان يقول يصنع خيرا، طب انا بقول اصنع خيرا. طب المسيح كان بيشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب، كان يقول يعلم، يهتم بالكل ويهتم بالخطاة. ولما جم قالوا له، قالوا لتلاميذه ليه معلمكم قاعد وسط العشارين والخطاة؟ رد عليهم قال لهم لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، ما جئت لأدعو أبرار بل خطاة إلى التوبة. المسيح جاي عشان الخطاة، جاي عشاني وعشانكم. النهاردة كل واحد، والكنيسة بتقدم تحاليل كتير وبتصلي أبونا، لو تابعتوا صلوات الآباء تلاقوا فيه تحاليل كتير بتتصلى، منها العلنية ومنها السرية. وتخرج من هنا وانت نقي. بس خلي بالك، الخطايا اللي تعترف بيها وتتوب عنها وتاخد حل عنها وتاخد الأسرار يبقى اتغفرت، يبقى ما تعملهاش تاني. عشان كده يقول لنا نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم قديسين في كل سير. طب ازاي نمشي؟ المسيح قال أنا هو الطريق، أنا هو الطريق. طب ازاي حنوصل للآب؟ عن طريق المسيح. وعيد الصعود هو صعود نحن في جسد المسيح الصاعد والجالس عن يمين الآب. مش احنا، مش هو الرأس واحنا الجسد واحنا فيه. عشان كده الصعود صعود لينا وصعود لأفكارنا وصعود لحياتنا. أحبائنا الغاليين، كل ما نيجي الكنيسة كل ما تستنير عيوننا نشوف ربنا، كل ما نشوف ربنا كل ما عيوننا تبعد عن الشر. وكل ما عيوننا تبعد عن الشر وكل ما نشوف أي إنسان، أشوف المسيح الأول وبعدين أشوف الإنسان. في العهد القديم كان يوصي ربنا أن اكتب الوصايا دي عصائب بين عينيك. ليه؟ عشان تشوف كل الخليقة من خلال الوصية. ورئيس الكهنة كان يتحط في على العمامة بتاعته قدس للرب. وانت قدس للرب، وكل واحد بعد شوية صغيرين هنطلب استدعاء الروح القدس يحل على القرابين. وفي الصلاة السرية نقول له يا رب ارسل روحك القدوس علينا، علينا احنا الاول وعلى الشعب اللي موجود في الكنيسة وعلى هذه القرابين. طيب على القرابين تتحول القرابين الى جسد ودم عمانوئيل. طب وعلينا؟ تطهرنا، تصيرنا قديسين. بعد كده تلاقي ابونا يصلي يقول القدسات للقديسين. لمين اللي مقدسين؟ الموجودين كلهم في الكنيسة. عشان كده النهاردة
هو ان احنا كلنا جايين علشان ناخد قداسة، علشان نستنير، وعشان نتحد بالمسيح، وعشان نعرف الطريق، وعشان نقول له يا رب انت جيت واتصلبت وقمت، قمت عشاننا وصعدت عشاننا، وبعدين هترسل الروح القدس يوم 50 على الكنيسة وتأسس الكنيسة. عشان كده قال لنا لا تبرحوا أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. ربنا يملانا، يملانا من كل خير، ويفرح الكنيسة ككل في كل مكان بأنها تكون جسد المسيح الواحد، ما يبقاش فيه انشقاقات، ويبقى فيه بركة، ويبقى فيه خير، ويبقى فيه فرح، ويبقى فيه سلام. فرحانين بالفداء، فرحانين بالقيامة، فرحانين بالصعود، فرحانين بحلول الروح القدس. لإلهنا المجد الدائم الأبد آمين. بنقول لأبونا مارك.